امك طيبه الله يعافيك. مو جايب لنا مره هذا في مكسرات وفي صحن في لمت وما رمضان كريم الله اكرم حبيبي في بيتك. تعالوا كلنا وياك تعالوا يلا تفضلوا. جزاكم الله خير رمضان كريم. جزاكم الله خير رمضان كريم. رمضان كريم يتجمعوا فيه تزاوروا فيه سريع يعني يزوروا اهلهم يزوروا مرضاهم يزوروا اي حد قلبهم كان قوي اول ناس عندهم رحمة عندهم محبة. طيب مستوي الحين كل واحد في بيت ماشي حي أنا زيارة بعضنا بعض ونسلم على بعضنا بعض لا هذا يبغى حاجة ماشي كلهم مساعدين مع بعض. أنا حط صينية فيها ملة ملة ونصير نوزعه العائلة. رمضان تجمع الأهل رمضان ما كل من أيام الفطر كل واحد شلع صحنه وكله لا في رمضان تجمعا سوينا ليتات حر رمضان اي رات نجيبه كذي 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 كذي. انا وهي مسكينه شغاله مخليه في مال قناديل وهذه على قرار التلفزيون مطلعه حر رمضان نشوف مسلسل ونفطر يعني بعد هالسنه. اول شيء يجينا خبر من برا ما هي جينا رمضان صومته صوم السنه هذه نصوم خلاص صومه شهد منكم الشهر فلي اصوم ما خلتني امي يوم اصوم يوم ما اصوم قالت تعب يا بنت سمعنا ندفع اذا انخاء انخاء مدفع قال فصوم ذاك حس فطور وحل فطور اذا المدام شو يجون البارود داخل البارود كذا ويجي اخذ دار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. من قال الله أكبر قال ضربوا الخمس ديني أنا تلحق في دينك أنت ودينك أنت تلحق في ديني ونحن ناكل الفطور. أول شيء حبة تمر وفنجان قهوة وبعدين نروح أصلي ويوم جي مصلي آي كان شيء أكل مرتين أتفيه ساعة دي أتحضره يبطل لك الباب وتتاوي الحين هذا يخل تجي على الإنسان تتاوي على الحاجات أي شيء لهم عندك من الفطور وشيلها كل شيء ويعطوك يرجو لك مرة ثانية أنت تودي البيت نفس الحالة دخل الباب. ترى والدتي أول كان شهر رمضان كان تتعب كثير تعمل لنا أكل وتعمل لنا كل حاجة وحتى تجيب تخبر لنا إياه البيت تخبر لنا أمكاننا تخبر لنا كل شيء. أنا أسوي شيء معين أسوي هريس أسوي مضروبة أسوي فتة نحن نسوي شوربة أذها يضربطها بالفيل حامودة قالوا أذين الورق يا نايمين قوموا تسحروا بخت السحور يا انا ادق البيبان يا صايمين الليل قوم سحروا يا صايمين الليل قوم سحروا ايه يضرب طبق ياخذ كان مع البيوت يضرب على البيوت. تخليني اسير اسوي لكم شويه حبه حمراء. رمضان حلو رمضان حلو رمضان حلو رمضان خير وبركه ابوي رمضان كريم.